تتواصل الوقفات الاحتجاجية واللقاءات القبلية في عموم مديريات محافظة ذمار للتنديد بجرائم العدوان السعودي الأمريكي وحق الشعب اليمني ومقدراته، والتي أعلن فيها الحاضرون النفير العام والثبات والصمود في وجه العدوان وأدواته. تستمر وتيرة وزخم اللقاءات القبلية الموسعة والوقفات الاحتجاجية المناهضة للعدوان السعودي الأمريكي في عموم قرى وعزل ومديريات محافظة ذمار. مديرية المنار كانت حاضرة اليوم في المشهد بلقاء قبلي موسع. ها هو اليوم الشعب، وها هو أنتم اليوم أبناء هذه المنطقة، أبناء مديرية المنار، تثبتون للعالم وتقدمون رسالة قوية للأعداء على رأسهم أمريكا وآل سعود بأننا شعب يمني واحد وصامد. صمدنا عاما أمام جبروتكم وجرائمكم وأسلحتكم وحصاركم، وسنصمد أعواما، وسنصمد أعواما ومئات الأعوام، وسنذيقكم طعم الموت برجالنا وعزيمتنا وصبرنا وصمودنا وتآخينا. بمناسبة مرور سنة كاملة للعدوان ونحن صامدون والشعب اليمني صامد، نهني الجيش واللجان الشعبية بالانتصارات العظيمة في جميع جبهات القتال بالداخل والخارج. إنهم مستعدين وواقفين وقفة الجبال الراسية ضد العدوان المستهدف لتدمير اليمن. وعلى صعيد المتصل، نظم أبناء عزلة زبيد بمديرية عنس وقفة احتجاجية أدانوا فيها جرائم العدوان وأدواته في الداخل، واستنكروا من خلالها بشدة ما يقابلها من صمت دولي صادم. أبناء زبيد مديرية عنس محافظة ذمار، ندين العدوان الإجرامي الذي بقي في سوق مستبة حجة، وندين مجازر وذبح أبناء محافظة عز، ولهذا نعلن النفير العام أمام العدوان. ندين العدوان السعودي الأمريكي الذي حصل على المواطن في سوق حجة، وندين سحل المواطنين في تعز، وهكذا نعلن النفير العام ضد المجرمين في السعودية وفي أمريكا وفي إسرائيل، وسنلحقهم إلى كل مكان إن شاء الله، ونحمل المسؤولية مجلس الأمن والأمم المتحدة على صمتها في الشعب اليمني، ونستنكر كل ما يقوم به العدوان، ولا وسنكون صامدين مهما حصل، ولن يهزونا. هذه المشاهد والمواقف والأحداث لم تعد ظاهرة فحسب، بل أصبحت خيطا ناظما في النسيج الاجتماعي تحيكه التحولات الملفتة للتلاحم الشعبي والوعي والالتفاف الجماهيري. أعادت تشكيل خارطة أهداف العدو وأسقطت بدورها مخططاته ورهاناته. ماجد السياغي لقناة اليمن من اليمن محافظة ذمار.